للعبدلي في رحم أشعار الحقيقة نائمة مع شاعر الأستاذ كمال العبدلي الذي أرسل رسائله إلى النائمة في رحم الماء وهو الأستاذ كمال ناجي مهدي العبدلي من مواليد عام 1946 في بغداد الكاظمية جاء من العراق حاملاً الأدب الذي ينبع من أرض الرافدين وزاده عطاء التغرب فكتب وألف مجموعة شعرية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية له كتاب في السيرة الأدبية له كتاب مخطوط في الأدب بعنوان فوتوغرافيا الأوراق ينشر العديد من القضايا الأدبية ومقالات وهو المشرف اللغوي في الجريدة المعروفة صدى الوطن فأقول له بيت آخر أقول صوت القصائد بالمحبة يعتلي شعرا وحبا من كمال العبدلي رحبوا معي مع ضيفنا كمال العبدلي أعزائي الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أشعر بالسعادة حين ألتقي بأزهار منتشرة متكثفة في حديقة ما هكذا أرى وجوهكم الكريمة الوقت بالحقيقة لا يسمح بقراءات تستغرق لأكثر من خمس دقائق لذلك سأقرأ قصيدة واحدة غير منشورة وكان بودي أن أقرأ شيئاً من القصائد العمودية لكي أحلل لكم ولكي أبرر لماذا تأتي القصيدة النثر في جانب ولماذا تأتي قصيدة العمود في جانب آخر نلتقي إن شاء الله لقاءً آخراً نتحدث حول ذلك اهتمامي في كتابة القصيدة ينصب على أجواء الهجرة التي نحن نعيشها عن مهاجرة محلقة اسمها مريم من هي مريم المهاجرة؟ إنها واحدة منكم ولأني ذائب فيكم فهي واحدة منا هناك في الجنوب اللبناني كان اسمها في دفاتر الحكومة مريم وبين اكتظاظ المسافرين تحت سقف المطار رأت باللاطاته اللامعات ثورة مياه وسط نهر بعيد تدير رأسها دوران مراوح الدوخة بين موظفو الهجرة ينادون عليها ماري ثورة الدوخة عينها
دارت برأسي رغم اختلاف رقعة المطار وتقويم الرحيل يوم نودي على اسمي بتضخيم اللام كمال فالنبتة في الحقل واحدة إن كانت في شمال الحقل أو في شرقه حتى إذا أشارت يد المهجر يوما بقبعته يعرفني إليها كانت تحمل سلالا من أزاهير الحروف فسجلتها في دفتري نسمة الأرز كلما هبت تمايلت الرؤوس الآدمية انبهارا هناك في الجنوب اللبناني كانت فلاحة تنبت الأرض قمحا لتطعم الأفواه فتمتد الأرض نماء حتى إذا فرش المهجر لها أرضه رأيتها ممرضة ترسم البسمات على الشفاه العليلة كان اسمها في دفاتر الحكومة هذه المرة ماري فسجلتها في دفتري ملاك رحمة هناك في الجنوب اللبناني كانت تنام وهي تحضن جمرة الشجن وتحت سقف المهجر أضحت لا تنام وهي تحضن حلم الوطن ليست المسافات هي الفاصلة ما بين الجنوب والمهجر بل دخان أزهار العمر صار لها جناحان يتدلى تحتهما ثوبها الأبيض مرفرفا صحت إلى أين يا مريم أجاب الصدى إنها طائرة فوق شواهد الضحايا إلى حيث عرس البشرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.